السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نشرح أداة فيدك آخر إصدار حتى تاريخ اليوم 2/3/2025. ياريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. بدي أحكي ملاحظة قبل ما أبدأ بالفيديو، إنه معظم أدوات التخطي متوقفة حاليا عالميا، يعني أغلب الأدوات اللي كانت شغالة متوقفة، فلسه بيعملوا تحديثات لغاية ما تشتغل. فحاليا بالنسبة للأدوات السابقة والأشياء الروابط السابقة بحاول أحدثها قدر المستطاع، ولكن الأداة اللي مش شغالة أنت ما بتخسر شيء لما تسأل وأنا أجاوبك إنها شغالة أو لا. هاي الأداة اليوم نشرحها تدعم من 6S لغاية آيفون إكس، من 6S لغاية آيفون إكس وحتى آيباد 7 لغاية آيباد 7 بدون تغيير سيريال نمبر. أول شيء راح أترك لك رابط في الوصف تنزل الأداة. بعد ما تحمل الأداة تفتح الأيقونة، راح تفتح معك بالشكل هذا زي ما انتم شايفين. أول شيء الجهاز مسكر، الفيديو هذا تطبيقه نفسه للأجهزة من 6S لغاية آيفون إكس. عشان ما يكون الفيديو طويل ما بدي أعمل لكل الأجهزة، بدي أعمل لجهاز واحد. بس تفتح معك الأداة، بالبداية راح تفتح معك بالشكل هذا. أول خطوة بدك تعملها بدك تعمل تسجيل للجهاز. خلينا نسكر ايتونز ونيجي هون. في عندك هون لما يكتب لك connected successfully معناته الأداة على آخر إصدار. إذا كتب لك تنزيل الإصدار الجديد تضغط هون وهو ببلش تنزيل تلقائي لوحده وبتثبت آخر إصدار اللي هو 8.3. تيجي هون على الهاردوير، هاي أول خطوة بدك تعملها. الناس اللي بتسألني مش عارفين يشتغل على الأداة، تيجي هون على الهاردوير أول شغلة بتعملها بتضغط عليها ضغطة واحدة، بيطلع عندك المسج بالشكل هاد، تضغط عليه أوكي، تفتح معك صفحة تسجيل دخول، بتروح على ريجستر وبتعمل هون يوزر نيم، بتعمل إيميل وباسورد، كمان مرة بتعيد الباسورد وبتكبس على ساين أب. هيك أنت بتكون عملت حساب بالأداة، شرحته بالفيديوهات السابقة. ولكن في ناس بتقول لي انه مش عارف كيف اسجل دخول. هي تلقائي بتدخلك على الرابط وانت بس تكبس على هذا الزر ريجستر بيحولك على صفحة الساين اب، بتحط يوزر نيم والايميل وبتكتب باسورد مرتين هون وبتكبس ساين اب. مجرد ما عملت هاي الخطوة بتروح على لوج ان وبتضغط عليها، تفتح معك بالشاشة بالشكل هذا. هلا انا ضغطت على السيريال هون ضغطة وعمل نسخ تلقائي للسيريال تبع الجهاز الكمبيوتر تبعي. مباشرة بروح على ريجستر سيريال، بروح هون وبعمل لصق، بكتب عندي زي ما انتم شايفين كتب السيريال اللي هو نفسه بالأداة بالشكل هذا. ننتظر الوقت ليخلص، بعدها بطلع لي خيار اللي هو التفعيل. ننتظر ليعطينا الخيار بعد 38 ثانية. خلينا ننتظر عشان نعمل تسجيل للأداة على الكمبيوتر حتى الأداة تشتغل على الكمبيوتر تبعك. هاي أول خطوة وأول تسجيل في الأداة، في كمان تسجيل ثاني. الناس اللي بتسألني ليش بطلت تعمل فيديوهات زي أول وليش، لأنه ما في تفاعل يا جماعة. يعني أنت بتشاهد الفيديو بشكل كامل لايك ما بتكبس، وهذا الاشي ما بدعمني انه انا اكمل. يعني لا مشترك بالقناة ولا عامل لايك وغير التعليقات، يعني اللي الناس بتقول لك هاي الاداة مش شغالة، بروح لي على اداة منتهية فيديو من 6 شهور 7 شهور. فيعني بحاول احدث قدر المستطاع، وهيني بدي ارجع اجرب اعمل فيديوهات من اول وجديد. زي ما شفتوا طلع لي خيار هون، خلينا نتأكد بس انه الخيار واضح للجميع. هيو الخيار، بضغط عليه هون يسجل لي السيريال نمبر. هون انا كتب لي انه السيريال نمبر اوريدي ريجستر، يعني مسجل مسبقا اني انا مسجله، ولكن انت راح يعطيك بالاخضر انه انت تم تسجيل
السيريال. مجرد ما اعطاني هذا المسج بروح على هذا الخيار هون كونكتد وبضغط عليه مباشره. فتح معي الاداه زي ما شفتوا هنا على اليمين. خلينا نحط الاداه بالزاويه هاي. كتب لي هاردوير اي دي ريجسترد بالاخضر هنا، معناته انا عملت اول خطوه بنجاح وسجلت الجهاز، الاداه صارت تشتغل على جهازي بكامل خصائصها. الخطوه الثانيه بدي اسجل سيريال الجهاز اللي معي. انا الان بدي اشتغل على ايفون 7، فمباشره انا شابكه على وضع الهلو سكرين. راح اروح اعمل هون ريد ديفايس انفو وانا شابك الجهاز. طبعا قبل تنزيل الاداه اول خطوه، خلينا بس اشيل الكابل وارجع اشبكه واعمل ريد. اول شغله بدك تعرفها انه جميع ادوات التخطي بشكل عام قبل ما انت تشتغل على الاداه لازم تكون منزل على الجهاز ايتونز و3U تولز عشان ياخذ التعريفات من الكمبيوتر، يتعرف عليه الكمبيوتر. زي ما شفتوا بيعطيني ريد ديفايس، بيعطيني نو ديفايس كونكتد، وهي مشكله من المشكلات اللي انتم بتسالوني عنها. ليش؟ لانه انا عندي مشكله بالتعريفات، كيف بدي اعالجها؟ بفتح 3U تولز، هذا خيار زي ما شفتوا اعطاني 3U تولز مباشره انه عندي مشكله بالتعريفات لاني انا مسحت التعريف قبل الفيديو. باجي بكبس انستول درايف، مجرد ما انه انا كبست انستول درايفر رح يبلش ينزل تعريفات الخاصة بالاداة زي ما شفتوا اعطاني هون واشتغل، وهون كمان برضو الاداة راح تشتغل برضو التعريفات فيها. في طريقة ثانية، اذا فتح معك 3 تولز بالشكل هذا بتروح على تولز بوكس، بتروح على ايتون يوتيليتي، بتروح على ريبير درايفر، هون بتكبس على ريبير درايفر. هذا شو بيعمل؟ بس يخلص يعد كامل بكون عمل اصلاح للتعريفات عندك في الجهاز. مجرد ما عملت هاي الخطوة هون التعريفات تشتغل عندك بشكل طبيعي. شفتوا لما كبست ريد الجهاز اتعرف نورمال مود وقرأوا الاداة بشكل طبيعي. وهون باجي على الاي سي اي دي اللي بالاسفل بضغط عليها ضغطة واحدة برضو راح يحولني على الاداة كمان عشان التسجيل. باجي هون برضو بعمل لصق وباجي بعمل سبمنت عشان اسجل سيريال تبع الجهاز اللي انا بدي افتحه. يعني مش بس تسجيل الكمبيوتر، الاداة على الكمبيوتر، لازم كل جهاز بتسجله تنسخ الاي سي اي دي وتعمل له سبمنت هون ويعطيك انه سكسسفولي. يعني هذا الجهاز اول مرة بتسجل على الاداة وزي ما شفتوا اعطى سكسسفولي بالاخضر. هون انا خلصت من صفحة الويب وصار شغلي كله بالاداة. اول خطوة بدي اعملها هاي الخطوة لكل انواع الاجهزة من 6S حتى X، وتنطبق على ايباد 6 وايباد 7. بنروح على خيار جيل بريك اور باوند، هايو بالزاوية هاي تفتح معنا الاداة بالشكل هذا والجهاز مشبوك عنا. نضغط على نيكست. الجهاز الان بوضع التشغيل راح يتحول مباشرة لوضع الريكفري مود. دخل الجهاز بوضع الريكفري والاداة اعطتني استعداد لوضع الريكفري. كتب لي هون كل جهاز راح يكتب لك شو الخطوات اللي لازم تعملها. هون كتب لي انه لازم اضغط على زر الباور وزر خفض الصوت مع ستارت حتى يدخل في وضع الديفيو مود. راح امشي مع الرسومات، راح اجي اضغط على الباور مع خفض الصوت، انزل هون واضغط ستارت. طفى الجهاز مباشرة، بستنى العداد ينزل للاسفل. عند رقم 8 برفع ايدي عن الباور وبضل ضاغط على زر خفض الصوت حتى يدخل الجهاز بوضع الديفيو مود. فشلت العملية، ما نجحت من أول مرة، وهذا الوضع طبيعي جدا. برجع بختار الخيار الثالث وبعمل نيكست
أتمكن من الجهاز بس عشان أمسكه بشكل صحيح، بضغط ستارت مع خفض الصوت والباور، طفى الجهاز، بنتظر نزل العداد لرقم 8، برفع إيدي على الباور وضل ضاغط على خفض الصوت. برضو ما نجحت معي، بأقلب الكابل لابته بالشكل العكسي، برجع هون وبرجع بعيد العملية. هاي هون كان رد على الناس اللي كانت تحكي وانت كيف تنجح معك من اول مرة، هي ممارسة وهي اللي زمان هيها بطلت تنجح معي، الوضع طبيعي جدا. يعني دخل معي الجهاز بوضع الريكفري، اترك الجهاز دايت ويقوم بعملية الجيلي بريك، لازم يقوم بعملية الجيلي بريك بشكل كامل ويفتح معنا الجهاز وتكتب لنا الأداء انه الجهاز عمل جيلي بريك. زي ما انتم شايفين اخذ هون الجيلي بريك، ننتظر ليشتغل الجهاز. بالنسبة للناس اللي بتسأل انه الجيلي بريك بيضل على الجهاز، لا، اول ريستارت بتعمله للجهاز بروح الجيلي بريك، بس بتكون انت فتحت التليفون وراح يضل التليفون فاتح وما يكون عليه جيلي بريك، ولو طفيت التليفون وشغلته الأداة راح تكون شغالة معك بشكل طبيعي، ما عندك أي مشكلة. يعني تطفي التليفون تشغله خلص شحن شحنته برجع بفتح معك أمورك تمام، ما بتضطر ترد تعمله فتح كمان مرة. نيجي منلاحظ هون بعد ما فتح التليفون هون مكتوب check RAM mode، معناته الجهاز أخذ جيلي بريك بشكل صحيح. هيك خلصنا من هاي الأداة، نكبس على دان، نعمل كويك. هون بنرجع نعمل read device info عشان تقرأوا الأداة. زي ما انتم شايفين هون الجيلي بريك في الأداة كتب هون yes، هون بعطيني انه الأداة تعرفت على الجهاز انه أخذ جيلي بريك. خطواتنا لغاية الآن صحيحة 100%. الآن بروح على الخيار الموجود هون active jailbreak hello 15-17 need jailbreak new، هذا الخيار بضغط عليه ضغطة واحدة وبس. الآن بنتظر لغاية ما تتم العملية بشكل كامل، ما ضل عندي ولا أي شيء أسويه. هو بحمل الملف وبيعمل بعض الجهاز، راح تشوف الجهاز بيطفي وبيرجع بيشتغل كل الخطوات. بقول لك do you want to skip، بتعطيه yes. ايش هو skip؟ يعني تتخطى الافتتاحية، ما بدك تعمل اعدادات next والتالي وتشبك واي فاي وكذا، بعطيه yes. اعطاني هون مسج انه جهازك activated، تم فتحه باي حفيدك، اعطاني انه تمت العملية بنجاح. الان بدي انتظر لا يفتح الجهاز وأشوف العملية تمت بشكل كامل أو لا. يا ريت إذا لسه مش عامل لايك تعمل اللايك، لايك مهم لانتشار الفيديو. زي ما انتم شايفين واضح من المسج إنه الجهاز فتح بشكل كامل، هاي الإعدادات، وهذا الجهاز زي ما انتم عارفين نفسه الجهاز اللي بدون بصمة. زي ما انتم شايفين الجهاز فتح بشكل كامل والامور ممتازة. طلعنا البصمة في الجهاز 100%. هذا هو للشرح الأداء، إن شاء الله يكون عجبكم. يا ريت لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. هذا الشرح زي ما حكيت لكم من 6S لحتى آيفون X وحتى آيباد 7، مدعومة جميع الموديلات، تخطي بشكل كامل، تقدر تعمل ريستارت للجهاز ما برجع بسكر، والأداء مستقرة والأمور ممتازة.
نراكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.